هذه الأزمة كان لابد من إبلاغ أو توعية المواطن المصري أن الدولة أيضا محتاجة في هذه المرحلة. عشان كده لما سيادة الرئيس أعلن أنه لابد من توجيه الاهتمام للعمالة الغير منتظمة، كان لابد من نقل هذه التوصيات للمصريين في الخارج وتشجيعهم على التبرع لصندوق تحيا مصر وأيضا صندوق 2030. فعندنا الكثير من النماذج الحقيقة. تامر هدايات في الولايات المتحدة تبرع ب100,000 دولار، كميل حليم 100,000 دولار، بيشوي عماد في الإمارات العربية تبرع ب5 مليون جنيه. عندنا أيضا من الجاليات الأجنبية اللي تم تكريمها من سيادة الرئيس في مصر زي الجالية اليونانية والقبرصية، الجالية الأرملية. الحقيقة كله لما شعر أن الدولة بتكرم وبتسلط الضوء عليه حس أنه لابد أن هو يبقى ليه دور كمان في هذه الأزمة.